جزين 22 كيلومتر من صيدا، ترتفع 1000 متر عن سطح البحر، أهم منطقة سياحية بجنوب لبنان. تشتهر جزين بمساحتها الخضراء الكبيرة بربع أعلى شلالات بالعالم لعلوها 40 متر. جزين معروفة كمان عالميا بصناعة السكاكين اليدوية اللي اعتمدتها الجمهورية اللبنانية كهدية فخرية موحدة لكل الرؤساء العرب والأجانب. أنا اللي طورت الصناعة، الصناعة طورتها مش حرفة، هاي صناعة طورتها وعملت أحسن حرفة بالعالم، وخليت البشر إذا بدهم يهدوا لي من عندي. فيش رئيس جمهورية بالعالم إلا ما عنده من هدية من عنده، إلا ما وحدة من عنده. ستانلس مان، أنا بعمل الموديل وببعته للفبركة، أكتر شيء بيجي من فرنسا. كانوا أجدادنا الأدانة يجيبوا المواشي على النهر يسقوها، وتجي طيور تصير تحط حواليهم، استحسنوا الطير هذا وطير الكنيء، وصاروا قلدوا بخشب أول شيء، يعني مسكت خشب، عصفور خشب، مسكت سير، سيخ مطبخ، سكين جنب كذا. نحن أبا عن جد، يعني من سبع ثلاث أربع أجيال خمس أجيال. طورتها وعملتها أحسن صناعة بالعالم وأحسن مستوى وأحسن، يعني أوروبا ما بتقدرش تعمل اللي عملته.